السلام عليكم متابعي قناة الربيع المباشر من مدينة سطات. معنا ابن الاخ ديال واحد السيد العم اللي هرف على ولاد الاخ ديالو على واحد الارض اللي فيها 16 هكتار عن طريق الصور عن طريق يعني مجموعة من الامور. الابن يعني من الديار ديال المحشر عامين وهو كيطلع وكيهبط كيطلع وكيهبط في المحاكم في الاخر يعني ما سافت شي حاجه قال لي سير جري طوالك يعني دير اللي بغيتي. الابن اللي غادي يحكي لنا بمراره هذا المشكل اللي واقع ليه واقع لاخو ديالو من طرف العم ديالو اللي ما بقى ما كيعرف لا عموميه لا لا لا, لا اسره حتى شي حاجه. تفضل اخويا عاودنا شنو واقع لك. السلام عليكم. انا سيدي من المنشار انت سيدي عمي كان سمع الوالد ملي مشينا رجعتنا حكيتي لي اخويا يعني بهذ المراره وبالفقصه ان الوالد ديالك توفى فرجوا هو فرج هذا البلاد لان حكمت المحكمه لصالح العم العم وملي تحكمت عليه طاح في يعني شنو الاسس اللي بنات عليها لا حاجه لحقت لا شاهد لا والو لحقت حكمت صالح صالح ملي حكمت عليه صالح وسيدي الوالد طردق لي عرق في الراس صافي هو توفى ملي توفى داك في 2019 ملي جينا بغينا قال لنا عمي راكم سيروا على البلاد ديالكم راه هي راه كاينه كاينه كاين جيت نتفاجئ انا من رجعت حتى كنتفاجئ بما حيد الحد حيد كل شيء وضرب على كل شيء قال سيروا فيما بغيتي سير البلاد هو اللي فيها كاين سيبه خويا كاين سيبه بزاف كاين سيبه في المحاكم كاين سيبه في كل شيء الصراحه نقولوها كاين داك الشيء غير يسري يسري لك اللي عنده نفوذ هنا في هذا المغرب راه يعيش ما عندكش نفوذ ما عندك حتى حاجه راه هذا هو المشكل اللي كاين عندنا في هذا البلاد. دابا غير انت كي انا كنطالب لا انا وواحد خويا اخر وواحد اخر تاكو باقي صغير من مرة اخرى. حاولتوا انه يعني التجأتوا مع الطرق الوينية جميع المسائل درناها والو لانه هو حاكمه في مرته ماشي هو اللي كيهضر كيهضر مرته اللي كتهضر يعني الزوجه ديالو هي الزوجه ديالو واحد الشريره هي اللي كتحكم ماشي هو. دوار العوينه دوار العوينه ويدير عند واحد الاخ اخ ديالو لا هو اللي كيوري وعنده واحد السيم حتى هو بعد قاضي في واحد المدينه بلا ما نذكرها يعني بدون ذكر الاسماء لا ما كنذكرهاش يعني هو اللي كيقول لي بالحقره بزاف حسيتي بالظلم بزاف انت كمهاجر يعني من ديار المجر جيتي العودة انك تجي باش دوز واحد 10 ايام ولا واحد الشهر مع الوليدات وليتي كدوزها في المحاكم كندوزها غير المحاكم والله العظيم دابا مخلي الخدمه وجاي هادشي شكون اللي غيعوضوا ليا مخلي الخدمه وجاي دابا ديما انا جاي غادي جاي انا اليوم كنطالب سيدنا الله ينصرو ان ياخذ لي حقي باي طريقه وباي ثمن ومن جميع القوده اللي كاين هنايا حتى هما ياخذوا لي حقي باش نتنازل على حقي ما نتنازلش واخا ما عرفتش 16 هكتار يعني تمشي هباء هباء منصورة والله العظيم ظلما قسما بالله والخطير في الامر انه الوالد ديالك الله يرحمه يعني توفى بسبب هذا وقسما بالله من الفقصة قسما بالله من الفقصة بسبب هذه البلاد وهذا الشيء اللي كنقول خويا حاولتي انه توجهتي تواصلتي مع جمعيات حقوقية مع ما كاين معامل والو ما كاينش معامل هنايا في هاد البلاد هادي عندك المادة وعندك معامل شي واحد اللي راك تعيش ما عندكش ما عندك حتى حاجة هادي باش خارج على الدار 16 هكتار حاول انها اديها لكم صحة صحة كاع لك كيقولها معاك انا مشيت بغيت هز عليا شويجة غير تمشي نوصلك عند باك والله العظيم يعني هز عليك شويجة قال لي تمشي نوصلك عند باك خويا بشي شكاية للدرك الملكي عييت بالشكايات والو كل شيء كي داير له حيت هو دابا عنده نفوذ عنده نفوذ تما هاد المنطقه راه هاد المنطقه ديال بني مسكين 16 راه عايشه في
روينه روينه عايشه. انا نقول الجميع لوحدك كنتحمل المسؤوليه اللي كنقول لك راه عايشه في الروينه. ماشي زعما راه كاين لا قانون ولا امور خطيره انه يهز عليك جويجه والله العظيم يهز عليك جويجه وعن طريق يعني معاه ما غتهضر معاه الله اعلم. انا اللي كنوجه لا اللي كنوجه رساله خويا رساله يمكن انك توجهها عبر المنبر ديال قناه تشوف تي في باش كطالب. كنطالب غير بحق انا باغي منك حتى حاجه باغي حقي ويبعدنا عليه ما باغيش حنا كنهضروا معاه اي بعدنا منا يعني الجديد في يعني في الجلسات ديال المحاكمه واش كيحاول يحضر هو الجلسات؟ كحضر اليوم كانت تأجلت جلسات وحضر اليوم والمحامي الغريب في الامر ان المحامي كيدافع على واحد الحاجه وهو ما عارفهاش اصلا. هذا هو الغريب في الامر يعني كيدافع المحامي ديال الطرف ديالو هو كيدافع على واحد الحاجه وما عارفش ما عارفش كاع الارض وما عارف فين جات وما عارف حتى شي حاجه ما عارف. هذا الغريب في الامر هذه ماشي صراحه. رسالة اللي كتوجه اخويا شوف كاين القانون كاين المؤسسات كاين تاخذ الحق ديالك انت خصائتي انك توجه هذه الرساله ديالك عبر المنبر ديال قناه شوف كيف حسيتي بالحقره حسيتي بالظلم حسيتي يعني بزاف الامور انت مهاجر يعني من الديار المغرب العوض انه تجي يعني باش تدوز الوقت ديالك مع الوليدات ديالك اللي تدوزهم في المحاكم هنا ديال الابتدائيه ديال الصلاه. الرساله اللي كتوجهها خويا النداء ديالك اللي كتوجهوا عبر القناه انا كنوجه صراحه بغينا نتكلموا مجبرنا ما نتكلموا انا المهم يعني اللي كنوجه رساله للمسؤولين والجميع اللي في السطات الرئيس المحكمه والجميع اللي في السطات ان ياخذ حقي باي طريقه قانونيا. انا باغي لا ما باغيش الزور ما باغيش الزور ما باغي حتى شي حاجه انا باغي حقي فقط انا ما باغي حتى شي حاجه باغي حقي ويبعد منا هذا السيد هذا يبعد منا انا باش نهضر معاه راه عمري ما نهضر معاه. هذا الشيء كنطالبو كنطالب جهاز مالي وقال لان راه اكد في الخطاب جوج مرات كيقول لا بدا تنصف مهاجر اين هو النصف دابا؟ فين هو النصف؟ ما شفنا والو ما شفت حتى حاجه يعني حتى حاجه ما كاين بعض المسؤولين يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يعني الخطابات الملكية صريحة الرسائل صريحة الإرادة ولكن للأسف شديد يعني كاين بعض المسؤولين لأنهم كيجريوا ضد كيخالفوا التيار وكيخالفوا يعني مجموعة من الأمور. كيف كتشوفوا يعني على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في على المباشر كانت هذه صرخة ديال هذا السيد اللي هو مهاجر بديار المهجر تعرض للحقره تعرض للظلم العم ديالو خدا ليه الارض ديالو ظلما وعدوانا والخطير في الامر انه سبب في الوفاه ديال الاب ديالو المسكين يعني بالغبن ديالو بالحقره يعني مات بالفقصه بسبب هاد 16 هكتار اللي داها لهم هاد العم بدوار العوينه جماعه يعني ضواحي البروج باقليم سطاف. كنشكركم على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر والى اللقاء بث مباشر اخر. خويا واش باقي لك ما تضيف يعني بغيناك الرساله الاخيره اللي توجهها. انا الرساله اللي كنوجهها لا بغاو يزيدوا بهذه البلاد العزيزه الحبيبه باش يزيدوها بالقدام خاص يكون الانصاف وخاصه القضاء يكون على حق طريقهم ماشي شري يشري لك او لا جيبي يجيبك ولا هذا راه ما فات على الزمن. رسالة وصلت اخويا رسالة وشكرا. كنشكركم على التواصل والتفاعل والى اللقاء بث مباشر اخر.